أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية. ما زلنا في الموسم الخامس بنعمل ونتحدث معاكم تحت عنوان عمار يا مصر، وبنتناول النماذج الإيجابية الملهمة. وفي الحقيقة الحلقة دي حلقة مميزة جدا جدا جدا. هتقولوا لي ليه؟ ما أنت كل مرة بتقول لي حلقة مميزة. في الحقيقة الحلقة دي مميزة لأن احنا لسه مجددين التعاقد مع دكتور عبد الحميد رئيس القناة لسه من يومين بالظبط، واتفقنا ان برنامجنا بدل ما هو نص ساعة على الهواء مباشرة كل يوم جمعة الساعة 4، لا بقى ساعة كاملة على الهواء مباشرة كل يوم جمعة الساعة 4. فالضيوف اللي طالعين معانا النهاردة وشهم حلو علينا، بنرحب بدكتور مها مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. وبرحب بزميلاتي، الزميلة العزيزة النجمة المتألقة اللي أنا حاسس كده عندي إحساس إن هي هتاخد يعني نقول إيه المذيعة المثالية في الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية عمار يا مصر الموسم الخامس. إن شاء الله، يعني أنا حاسس كده، يعني إحساس كبير بنسبة 90%. وذات الابتسامة الساحرة في الابتسامة الزميلة العزيزة جيهان. جيهان احنا أصدقاء من زمن وبيننا تواصل في كل خير، وكنا بنخطط لوجودها معنا في البرنامج منذ فترة. أنا مبسوطة جدا باشتراكي والله معاك في البرنامج زي ده، تأملات إنسانية بجد. الله يخليك، الله يخليك يا جيهان، واحنا شرف لينا والله. ربنا يخليك. الله يخليك. وبنبدأ حلقتنا مع ضيفتنا المميزة الدكتورة مها مجدي. ودكتورة مها في الحقيقة شخصية ذات ثقل خاص لتنوع تجربتها وثراء تجربتها، سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الأكاديمي أو على المستوى العملي أو على المستوى الإنساني والاجتماعي. دكتورة مها خريجة صيدلة القاهرة، هي صيدلانية وبتعمل في أحد المستشفيات الجامعية. ولم تكتفي بعملها في مجال الصيدلة، بل اختارت مجال آخر باريلل على التوازي مع مجال الصيدلة، وهي إنها تكون أخصائي تغذية صحية. مش اخصائي تغذيه من اللي معاه دبلوم تجاره ولا اللي طالع لك يقول لك مستشار مش عارف ايه ولا استشاري ايه، لا النهارده معانا اخصائي تغذيه دارس مهني بمعنى علمي وبمفاهيم علميه مظبوطه. وايضا يعني اللي اسعدني جدا 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 كمان في شخصيه دكتور مها ان هي لايف كوتش، ان هي كمان مدرب بقى مهارات انسانيه ولايف كوتش، بتوجه الناس ازاي يعيشوا الحياه بشكل سليم. وهي مدرب معتمد ولايف كوتش معتمد من المنظمة الدولية لمعاهد الكوتشنج بألمانيا. أنا حابة طبعا أرحب بزميلي محمد نجم، وحابة أرحب بحضرتك. حقيقي مبسوطة أن حضرتك النهاردة معنا في البرنامج. أشكرك كمان. مش كل اللي بنسمعه صح حوالينا، في مفاهيم كتيرة غلط بخصوص إنقاص الوزن، واللي بيكون ليه آثار عكسية بتؤدي إلى زيادة في الوزن بدل من إنقاصه. علشان كده هنحاول إن إحنا نفصل بين الصح منها والغلط مع الدكتورة مها مجدي خبيرة التغذية والكوتشنج، علشان تسهل علينا إن إحنا نتبع نظام غذائي يكون صحي علشان نوصل في النهاية لوزن مثالي وجسم صحي. دكتور مها يعني النهاردة بقى لما اتكلمنا في الإعداد للحلقة يعني قالت لي يا محمد عايزين عنوان الحلقة يبقى المفاهيم الصحيحة لضبط الوزن وليس إنقاص الوزن. فحابين نعرف من حضرتك ليه ضبط الوزن، وإزاي الكيفية الصحيحة العلمية لضبط الوزن وإنقاص الوزن بطريقة صحية؟ أولا أشكرك على المقدمة، مرسي على ترحيب حضرتك بيا. ثانيا، ضبط الوزن هو المصطلح العلمي الصحيح، لان معنى ضبط يعني انا بنقص شيء وبزيد شيء تاني قصاده. فانا عشان اعمل ضبط وزن صح انا محتاج افهم ان انا لما هاجي انقص الوزن انا محتاج افقد بس الزائد من الدهون، وعشان اعمل كده لازم يكون بناء على يعني يبقى ماشي تحت اشراف حد متخصص فاهم، مش دبلوم تجاره. يعني انا قصدي ان ما ينفعش انا في البيت لوحدي بدل ما عنديش خلفيه علميه تؤهلني اني احط لنفسي نظام غذائي، يبقى انا لازم الجا لاستشاره حد متخصص. لازم نفهم ان في فرق بين انقاص الوزن عامه وضبط الوزن. انا ممكن في ناس بتتبع اي انظمه غذائيه من على النت او من حد تاني سبق له انه
يتبعها، وبس وعشان مش مناسبة لجسمها، جسمها بيفقد مش الدهون، بيفقد العضلات، وده طبعا غلط مش صحي، يعني بيبقى مردوده الصحي يعني بالسالب عليها. فعلشان كده أنا محتاج أفهم إن أنا لما هاجي أضبط وزني أنا لازم يبقى الإنقاص اللي هعمله هيبقى بس في المخزون بتاع الدهون مش في حاجة تانية. جميل جدا. طب هو كان في سؤال بس عايزه اساله، ده منتشر جدا. اي حد بيجي يبتدي دايت يقول لك انا عندي الحرق واقف. اشكرك. يعني ده وش كده من غير ما يعمل تحاليل في البدايه. لا، من غير ما يعمل تحاليل، من غير ما يعني يكون بيمارس رياضه، يقول لك انا الحرق عندي واقف. طب ليه يا سيدي الحرق واقف؟ لا هو كده. فأحب يعني يا ريت حضرتك تفهمي مثلا كل اللي بيعمل دايت ايه موضوع الحرق ده، وفي فعلا اكل بيزود الحرق؟ اوكي، يعني دي يا ريت حضرتك تقولها عنها. معدل الحرق، خلينا نفهم الاول يعني ايه معدل الحرق. معدل الحرق ببساطه شديده هو كميه الطاقه اللي جسمي بيحرقها او بيستهلكها علشان يقوم بالعمليات الحيويه الاساسيه فيه، زي التنفس وضخ الدم والنبض وما شابه ذلك، يعني حركه المعده والامعاء وكل ده. الحاجات دي، العمليات دي والطاقه اللي بتستهلكها ليها رينج شبه ثابت. كون ان انا اقول وقفت او قلت دي حاجة مش صحيحة، هي بتقل وتزيد. ملهاش طب سن معين؟ يعني مثلا يقول لك اللي سنهم صغير عندهم الحرق زيادة، واللي سنهم كبير الحرق لا عندهم، حتى لو لعبوا رياضة. لا، هي الاصح هو معدل الحرق بيرجع يعني بيرتبط بنقطتين، حجم الجسم ومعدل نشاط الجسم. حجم الجسم بمعنى ان من الحاجات المعلومات اللي يمكن الناس تبقى اول مره تسمعها، ان الشخص السمين اللي بيعاني من السمنه هيبقى معدل الحرق عنده اكبر اسرع من الشخص. دي معلومه بقى يعني من الشخص يحط تحتيها 100 شرط، لاني بالظبط كده دايما مشهور يقولوا لك ايه اللي عنده سمنه، لا ده الحرق عنده بطيء جدا، هو ده اللي جاب له بقى السمنه. الحقيقه ان معدل الحرق زي ما قلت لحضرتك هو كميه الطاقه اللي جسمه بيستهلكها عشان يتنفس وعشان المعده تتحرك، وعشان كده لما بيكون الجسم حجمه كبير بيستهلك طاقة أعلى، فمعدل الحرق الرياضة ليها علاقة بالحرق. عشان نقفل موضوع الحرق ده، برضو الغدة بيبقى ليها عامل؟ في عامل هرموني، بس ده بيبقى لازم يرجع لمتخصص هو اللي يقول إذا كان بناء على تحاليل الشخص، إذا كان الشخص ده فعلا بيعاني من مشكلة هرمونية مأثرة. يعني من هنا على لكن من جاي محدش يتكلم خلاص ويقول أنا الحرق عندي. أنا عايزة أطمن الناس، ما في حاجة، يعني مش معنى أن أنا جسمي زاد وزني زاد عن ميزاني يبقى أنا عندي مشكلة في معدل الحرق إطلاقا. والنقطة الثانية المهمة أن ما فيش حاجة اسمها هاخد دواء أو وصفة من العطار هترفع لي معدل الحرق، لان العمليات اللي جسمي بيقوم بيها شبه ثابته. بقيه الجزء الثاني من السؤال حضرتك سالتيني اذا كانت في اكلات بترفع معينه فعلا بتزود الحرق، لان بيبقى الكل بقى عايز يجري عليها. هو ثبت علميا، الابحاث احدث الابحاث قالت ان الوجبات الحراقه بتزود نسبه الحرق في الجسم، لكن بمقدار قليل جدا 0.8%، يعني اقل من 1%. فهو حتى الزياده فيها بتبقى غير ملحوظه. هي كل بيحصل ايه، ان لما باكل اكل حراق بيسرع عمليه حركه الدوره الدمويه في جسمي. أيوه. فعلشان كده حتى الواحد بياكل حاجه حراق بيتعرق شويه. بالظبط. اشكرك. مشهور الجنزبيل ده بيشربوه برضو كتير، بس برضو بيأذي المعده. يعني حسب ما هو زي ما بقول لحضرتك، اي حاجه زياده ممكن تتعب. أيوه. هو مش شرط ان هو يأذي المعده، بس في ناس معدتها حساسه. مظبوط. هي دي الفكرة. طيب دكتور، طبعا أنا حابة حضرتك تكلمينا عن أهم التمارين الرياضية اللي إحنا نقدر إن إحنا نعملها في البيت، خصوصا إن إحنا الفترة دي بنمر بأزمة، فأغلب الجيم بقى والصالات الرياضية والنوادي فقافلين، حتى لما فتحوا يعني مش زي الأول. فإحنا محتاجين حضرتك تقولي لنا إيه التمارين الرياضية اللي إحنا نقدر نعملها في البيت، وفي نفس الوقت تكون يعني حاجة خفيفة كده لايت وتحرق وتساعد معنا في الحرق يعني بشكل عام. أوكي. بالنسبة للتمارين الرياضية، أنا عايزة أطمن كل الناس اللي مهتمة، التمارين الرياضية مهمة جدا. حلو قوي إن أنا أبتدي مع حد متخصص يشوف كتلة العضلات في جسمي واحتمال العضلات في جسمي ويقول لي أبتدي إزاي وأتدرج إزاي، دي مهمة جدا. حلو.
لان الغلطه الشائعه اللي فيه كتير من الشباب بيقعوا فيها انه بينزل من على النت التمرين وبيعمله بس ما بيبقاش عارف هو هيعمله قد ايه، كم مره، كم بالزبط. يوم في الاسبوع. فبالنسبه للتمارين اهم حاجه نفهمها ان التمرين لازم اعرف اعمله صح. يعني لو هنزل فيديو ابقى انزل فيديو مشروح لي فيه ازاي هعمل الحركه صح عشان ما اجيبش لنفسي اصابه. اصابه. النقطه الثانيه لازم اسال حد متخصص بناء على الكتله العضليه في جسمي واحتمال العضلات في جسمي، انا هتمرن كام مره في الاسبوع ولمده قد ايه، وفي كل تمرين انا هعيد الحركه كام مره. تمام. دي النقطه الثانيه. اتفضلي حضرتك. احنا عايزين دلوقتي نقول للست البيت اللي قاعده، يعني مش لازم سكت الكلام ده يطبقوه الشباب قاعده في البيت. لا لا عايزين نخليها عندها ثقافه ان الاكل بتاعها يكون اكل صحي. أيوة. الحركه بتاعتها في البيت ممكن تتحرك تحركات، يعني مثلا نط الحبل، العاب معينه كده بسيطه بحيث ان احنا نشجعها، لان لو قلنا ايه يا ليل يا عين زي ما بيقولوا مش هتروح الجيم، مش فاضي عندها اطفال برضو. كل التمارين يعني عندها اطفال، الحاجات اللي هم بقى بيعملوا فورمه هم دول اللي هيمشوا على كلام حضرتك اللي هو التمارين الصحيحه بالسنتي دي، يعني هم دول في تمارين مناسبه لست البيت ولحد مش هيقدر يخرج الجيم زي ما استاذ محمد بيقول ان عندها اطفال وعندها مسؤوليات. في كل التمارين ممكن نعملها في البيت بس مع متخصص. لكن انا نصيحتي لست البيت عشان حضرتك وجهتي الكلام مخصوص، ان لازم تعود جسمها، لازم تمشي. المشي مهم جدا لانه بينظم كل حاجه في الجسم، بينظم الهرمونات، بينظم الضغط، بينظم حركه المعده، كل حاجه. ان اللي هي يعني عمود البيت زي ما بيقولوا وهي ماسكه الاكل المفروض يبقى الاكل بتاعها، يعني نوجه لها برضو رساله تتحكم في جزئيه الاكل دي. لها عامل برضو مش الرياضه لوحديها. ما في كنت حتى بتكلمي عن المعدل الطبيعي كمان لانقاص الوزن. انقاص الوزن ايوه هو لسه هنقوله. انا قلت بس نوجه بس الستات ايوه اللي في البيت يقللوا من الدهون والحاجات دي. يعني لو حضرتك عايزه نصيحه لست البيت وهي بتجهز الاكل لافراد الاسره، عشان نعمل اكل صحي احنا محتاجين نفهم ان مش كل الدهون ضاره ومش كل النشويات ضاره. انا محتاجه افهم بس كست بيت ان انا في دهون صحيه ودهون غير صحيه. بالظبط كده. في حاجه اسمها دهون عندنا، في دهون صحيه نقدر نستخدمها وتبقى كويسه، لان الجسم محتاج الدهون. ما ينفعش اقول انا هعمل اكل من غير دهون خالص، لان الدهون دي مهمه للهرمونات ولتخزين الفيتامينات والحاجات كتير في الجسم، فما ينفعش الجسم يستغنى عنها. لكن انا استخدم الدهون الصحيه. الدهون الصحيه دي اللي هي بنقول عليها علميا دهون غير مشبعه، ودي موجوده اشهر حاجه زيت الزيتون. ايوه. ويليه الزيوت النباتيه. الزيوت النباتيه زيت الذره بس برضو مش عشان هو صحي تضرب كده براحتها. برضو بيبقى ليه معدل برضو. احنا المعدلات دي بقى بنحسبها لما بنيجي نحسب بنحط خطه غذائيه. عادة أنا بحسب الدهون بيبقى معدلها أقل معدل فيهم إلى حد ما. ده بالنسبة للدهون. النقطة الثانية النشويات، إن مش معنى إن أنا سوري بمناسبة الدهون والنشويات، اتفضل. مع إيقاع الحياة السريع، أحس إن يعني زميلتنا جهان دخلتنا في القصة دي، مع إيقاع الحياة السريع ده يعني كتير قوي وخصوصا من الشباب بيعتمد على الوجبات الجاهزه والوجبات السريعه الجانك فود والحاجات اللي هم موجودين طول اليوم بره البيت للاسف. دي نقطه مهمه جدا. لا زيت ونشويات. اشكرك ان حضرتك اثرتها. مشكله الجانك فود اللي هو الاكلات الوجبات السريعه المقليه دي من اكتر الحاجات الخطوره على الصحه، ودي السبب الرئيسي ان احنا بنشوف شباب صغيرين بيعاني من كوليسترول عالي، من ضغط عالي، من مشاكل في سيولة الدم بسبب الوجبات دي، لأنها أكتر حاجة خطر على الصحة. يفضل إن احنا نستبدل الأنواع دي بالأكل الصحي اللي هو المشويات، الخضار، الفاكهة الطبيعية. نبعد عن السكريات العالية الصريحة، ونبعد عن الدهون الغير صحية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. كل ما يكون الاكل صحي اكتر زي ما حضرتك قلت. أيوة. كل ما ابعد عن الوجبات الجاهزه دي، نشويات والحاجات دي. على فكره الاخطاء الشائعه برضو تلاقي ايه، في حاجه دلوقتي موضه نازله رجيم المناسبه، واحده عندها مناسبه ويكون فاضل لها ايه، فاضل لها
10 ايام اسبوع بجد والله تبقى عايزه تنزل رقم قياسي 20 أيوة. كيلو طب ازاي أيوة. يعني تحس كده اللي هي عايزه ايه الدكتور اللي قدامها يبقى ساحر بالظبط كده يعني هل ده بقى عايزين نفهمهم الريت او المعدل بتاع انقاص الوزن الاوفر ده ممكن يكون مضر يا دكتور اكيد هيعمل لهم ترهلات ده بالتاكيد في يعني في مخاطر اكتر من كده خلينا نقول للناس فعلا المعدل الصحي علشان انزل وزني وانا محافظه على صحتي ان الطبيعي يعني ان هيكون معدل انقاص الوزن ما بين نص كيلو لكيلو في الاسبوع ده المعدل الطبيعي قد يزيد ينقص عن كده لكن في الرينج ده ما توقعش ان انا هنزل اكتر من كده واقول عليه اسمها مثلا في الاسبوع هنزل 10 كيلو عشان انا يمكن. عندي مثلا مناسبة يعني حتى اسف على مقاطعه فرجه حتى لو وجدت الآلة السحرية الأداة السحرية اللي هتنزلني بالظبط كده هعرض جسمي لمخاطر صحية جامة بالظبط كده فأنا بأرجو كل الناس إنها ما تجريش وراء إعلان أو وراء نظام غذائي مجحد خليهم يبصي الغلط بيجيب غلط يعني بيدخلوا في دايرة برضو الأدوية أيوة تخش في مشكلة صحية مشكلة برضو صحية دي الأخطر تانية. دي النقطة الأخطر وموضوع الأدوية ده نفسي بقى يعني حضرتك برضو تدينا نبذة عنه إن مفيش برشامة سحرية وبتخسس 10 كيلو في يومين والله على السوشيال ميديا أنا بشوف الإعلانات دي في يومين هتنزلك 10 كيلو هو بخصوص يعني تكملة لكلام زميلتي جيهان برضو بالنسبة فعلا للأقراص والحاجات دي أنا سمعت إن في ناس بتتناول أقراص كورتيزون الأقراص دي لناس بس هي ناس بقى نحيفة ومحتاجة إن هي تدخل فأنا عايزة أعرف هل الموضوع ده في ناس بتتناوله علشان سواء بقى تدخن أو سواء إن هي تخس وليه أضراره ولا ده طبيعي ولا الناس المفروض أصلا تستخدمه إزاي ولا ما تستخدمهوش مثلا أوكي هو عموما النقطة بتاعت استخدام الأدوية أنا بحكم خلفيتي الصيدلانية شفت كتير من المشاكل دي للأسف الناس أسهل حاجة أول ما بتطلع الميزان وتلاقي وزنها زاد أو حد عايز يغير طريقة يعني أسلوب حياته بيجري أول حاجة يسرع على الصيدلية عايز حاجة سد شهية أو حاجة زيادة الحرق أي حاجة من الحاجات دي عايز البرشامة السحرية اللي خلاص بالظبط زي حضرتك عايزين نقول أسماء لا ما فيش أسماء احنا عايزين عامة يعني احنا عايزين هل الحاجات دي صح صحية ولا لا احنا لازم نفهم إن ما فيش حاجة زي ما احنا قلنا ما فيش حاجة هتزود الحرق في جسمي بالنسبة للناس متخيلاها زيادة الحرق في جسمي هتزيد مع الرياضة ومع حتى لو زادت ببعض الأكلات فهي زيادة غير ملحوظة لكن الصح النقطة التانية حكاية سد الشهية لازم أفهم إن مراكز الشهية دي مراكز موجودة في المخ ما ينفعش ألعب معاها وأنا ما عنديش حد مشرف عليا متخصص فاهم يعني إيه مركز شهية ويتعامل معاه إزاي وأثر الدواء اللي أنا باخده ده على جسمي هيكون شكله إيه أخطر حاجة إني أتعامل مع مركز في المخ وأحاول أثبته أو يعني أوقف شغله أو أزوده عن غير علم او عن غير درايه دي نقطه مهمه سنين الشهيه اللي الناس بتعاني منها لما بيكون في حد بيعاني ان شهيته مفتوحه شويه او بيجري على اكلات معينه احب اقول لهم ان ده علميا بيكون مجرد خلل بسيط هرموني نتيجه 90% بيكون نتيجته نفسي وده خلل مؤقت نفسي ومجرد وفي برضه مشترك في سلوكه هو يعني كل ده بيرجع عاداته في الاكل اصلا بتبقى غلط الاول ساعات يقول لك ايه انا يجي لي اكتئاب باكل برافو بالظبط هو ده اللي احنا بنقول عليه ايموشنال ايتينج الايموشنال ايتينج ايموشنال ايتينج الاكل العاطفي او مشهور قوي عند السيدات والبنات بنسبه عاليه انه ده نتيجه ايه انه جسمها لما الانسان بيتعرض لستريس ضغط عصبي شديد او قلق جسمه بيفرز كميات من الكورتيزول اعلى من الطبيعي الكورتيزول ده ليه ريسبتورز يعني ليه مستقبلات في كل خلية في الجسم فبيدي إحساس إن أنا محتاج أكل أحياناً في ناس بتشتكي إن أنا بجري على أكلة معينة أنا بجري أكل شوكولاتة أنا بجري أكل بيتزا أنا مش قادر أبطل بيتزا مش قادر أبطل شوكولاتة كل ده المشاكل دي كلها مشاكل بتدينا إشارة إن في خلل هرموني معين نتيجة سبب نفسي بمجرد بما ان ظروف الحياه والناس كلها بتبقى بتقضي حياتها كلها بره البيت أوكي. بينسوا اهم حاجه
شرب الميه. هل ده بقى ليه تاثير اثناء الدايت او اثناء حتى كنظام الغذائي العادي اللي انا عايزه يبقى حياتي يعني صحتي كويسه؟ هل ده هياثر برضو على بشرتي؟ إيه؟ على المعدل هيبقى قد ايه؟ اوكي، شرب الميه مهم جدا لكل انسان، سواء بيعمل نظام غذائي او بيحاول ينقص وزنه يضبط وزنه زي ما احنا قلنا، او حتى في حياته العاديه عشان يبقى صحته العامه كويسه. الشرب الميه بيعمل ايه؟ بيعمل لنا ثلاث حاجات بالنسبه لانقاص الوزن او ضبط الوزن، انه بيقلل معدل افراز هرمون الكورتيزول اللي كنا لسه بنتكلم عليه اللي بيسبب النهم، اللي هو بيزود. انا بجري اكل زي ما استاذ محمد كان بيقول، انا اول ما بتضايق بطلع غلبي في الاكل. جوع بيسموه جوع كذاب، يعني ده ما بيبقاش جوع، الجوع كذاب وبيبقى عطشان. بالظبط كده، ما بيشربش ميه وبيلجا للاكل الاول. بالظبط كده، الجوع الكذاب ده فعلا دي حقيقه علميه، ان الانسان احيانا لما بيكون جسمه عطشان بيدي اشارات عصبيه بيترجمها المخ احيانا ان هي دي جوع، انها جوع، لان اشاره الجوع والعطش هي نفس الاشاره في نفس المركز. يمكن الثقافه عند الناس اللي هم بيعملوا دايت، الحمد لله بقوا طبعا بيقروا وعارفين. احنا عايزين بقى نتكلم الناس اللي هم ما بيعملوش دايت، اللي هي الحياه عندها عادي. أوكي. فعايزين نعرفهم شرب الميه، هل ممكن تلاقي الواحد يشرب لك ازازه 2 لتر مره واحده وفاكر ده صح؟ هل ده فعلا صح ولا المفروض يوزع ال 2 لتر او 3 لتر على اليوم؟ اوكي، خلينا نقول المعدل الطبيعي لشرب الميه لكل للستات غير الرجال. الستات المفروض تشرب 2 يعني تختلف. ايوه، الست والراجل حسب الحجم الكتله العضليه. ايوه، فالستات المفروض تشرب 2 لتر 700، يعني ما يوازي 10 كوبايات ميه. الرجاله اكتر شويه 3 لتر، اللي هي ما يوازي 12 كوبايه ميه خلال اليوم. السؤال الجزء الثاني حضرتك بتقوليه، يشربها على بعض ولا يقسمها؟ لا طبعا المفروض يقسمها بحسب نظام يومه. المهم ان ده لازم نفهم حاجه مهمه، ان الارقام اللي احنا قلناها دي الاقل الادنى الحد الادنى. بس لو زي ما هو بيختلف مع ايه الرجل والمراه، هل بيختلف مع الوزن؟ يعني مثلا اللي مثلا سواء مثلا لو السيدات يحتاج مثلا ميه اكتر اكيد علشان يعني يزود الحرق برضو عنده. انا لسه كنت بقول لحضرتك ده الحد الادنى، هيختلف حسب حجم جسمي، حسب حجم الكتله العضليه. زي ما احنا قلنا الناس اللي جسمهم اتخن معدل الحرق عندهم اسرع، فبيحرق طاقه اكتر، فهيحتاج ميه اكتر. واكيد الرياضيين برضو، الرياضيين طبعا ليهم يعني نظام تاني في الميه. رغم النور يعني مش وزنها مش كبير، ولكنها كانت مهتمه قوي تقول لي احنا عايزين روجيت، عايزين روجيت. انا دكتور حابه يعني اسمع من حضرتك شويه نصايح علشان نوصل لوزن مثالي وفي نفس الوقت جسم صحي بشكل عام بقى، يعني نصايح كده. اوكي، بشكل عام احنا زي ما قلنا لست البيت واحنا بنحضر الاكل هنبعد عن الدهون الضاره اللي هي بنسميها ترانس فات، نبعد اللي هي الدهون يعني المهدرجه. كل اللي بيسمعنا يمسك ورقه وقلم. أيوة، ونكتب دو. ويكتب النقط دي مهمه، لان دي هتبقى روشته كده ونظام حياه عايش عليه من غير ما يكون عامل دايت ولا اي حاجه. اوكي، هنبعد تماما عن الدهون الضاره اللي هي قلنا الدهون المهدرجه دي اوحش حاجه على الصحه. نحاول نلجا اكتر، يعني نستخدم اكتر الدهون الصحيه اللي قلنا عليها من الزيوت النباتيه. تاني نقطه، هبعد عن السكريات العاليه، السكريات الصريحه، استخدم اكتر النشويات الكومبلكس اللي هي المركبه اللي هي بنلاقيها في الالياف وفي الخضار والفاكهه الطبيعي، استخدمهم كسناكس بين الوجبات. ممكن اكل قطعه ثمره فاكهه، قطعه خضار، بالذات الفاكهه لما بيكون فيها الياف اكتر هي دي اللي بتدي شبع. دي مهمه جدا يعني، وبترفع مناعه الجسم. اكيد اكيد الروجيت على راسها الرياضه زي ما قلنا. الرياضه لازم مهما كان نظام حياتي لازم احاول على الاقل احافظ على حركه جسمي، لان الرياضه مش بس بتنفع وزني، الرياضه بترفع قوي العضلات، بترفع من معدل عمل جهاز المناعه. أيوة. فانا عشان احافظ على حاجات تانية قوي مناعتك، وبتنظم حركه الهرمونات في جسمي وتنظم قد ايه قد ايه. الحلقه معاكي شيقه جدا. أشكرك. انا شخصيا كمحمد نجم استفدت جدا، بشكر زميلتي العزيزه نورهان ابراهيم اللي نسقت مع حضرتك، وبشكر زميلتي الرائعه. انت مش محضره ولا كنت محضره كنت عملت فينا ايه؟ اهلا بيكي يا جيهان في حلقه جديده من برنامجنا، وفعلا انا استمتعت جدا بالحلقه. وتواجدينا ان شاء الله، تنورينا وتشرفينا في حلقه جديده برنامج تأملات انسانيه. واحنا خصوصا ان احنا قلنا ان حضرتك وشك حلو علينا، واحنا البرنامج بدانا ان احنا بقينا ساعه، وان شاء الله الف مبروك موسم موفق.
وسعدنا جدا بوجود حضرتك، واسمح لنا نطلع فاصل معاكم. هنعرض تقرير خارجي عملته زميلتنا لمار حسن مع معالي السفير الدكتور السفير الدكتور مين اسمه عماد الدين دعاء السفير دعاء عماد الدين معالي السفير دعاء عماد الدين. انا التركيز بصوا يعني هي جيهان يعني مش محضره وما شاء الله عليها في الحلقه روعه، نسيتيني اسم السفير دعاء عماد الدين، معلش حضراتكم. نطلع تقرير مع معالي السفير الدكتور دعاء عماد الدين ونرجع لكم بعد الفاصل مع ضيفه مميزه جدا مع الدكتوره جميله رفاعي وهي نموذج ملهم للمراه المصريه. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في تقرير جديد من تقاريرنا الخارجيه اللي بيعرض على شاشه تأملات انسانيه الموسم الخامس عمار يا مصر. النهارده معانا شخصيه مميزه جدا ومهمه جدا، معالي السفير دعاء عماد الدين رئيس الهيئه الدبلوماسيه للاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربيه وسفير دولي بالامم المتحده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. احنا حابين النهارده نتكلم في موضوع يمس الامن القومي لمصر وهو الامن المائي ومشكلة سد النهضة المتواجدة حاليا في الساحة. حابين نسأل حضرتك ان في بعض المعلومات المغلوطة والاكاذيب اللي الناس بتروجها ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على وثيقة تسمح لأثيوبيا ببناء او بتنفيذ هذا السد. رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ طبعا نهائيا مطلقا محمد سيد الرئيس فتح السيسي لا يفرط ابدا في اي حق من حقوق مصر الوطنيه ولا شعب عربي. اي شائعات مغرضه علينا كمجتمع مصر جميعا ان نغلق عليها الباب، نقطع الطريق عن هذه الشائعات، لان انا بعتبر انه اي شائعه مغرضه وغير حقيقيه بعتبرها طلقه رصاص، ويمكن المعنى كمان اعمق واشمل من ذلك، بعتبرها دانه مدفع لانها ممكن تهدد شعب بالكامل. فهذه شائعات يلجا اليها بعض الضعاف ضعاف النفوس، نهائيا لم يحدث ذلك فقط، ما حصلش حاجه من طبعا خالص. طيب كنا عايزين نعرف ماذا لو اثيوبيا تعدت على حقوق مصر المائيه، ايه الرد الفعل المناسب لمصر؟ رد الفعل المناسب لمصر، مصر اتخذت جميع الاجراءات اللازمه منذ فتره طويله، وقيادتها السياسيه العسكرية ليست غافلة أبدا، أجهزتها الساهرة على استقرار أمن وأمان البلاد ليست غافلة عما يحدث، ومصر متخذة جميع الإجراءات اللازمة والاحتياطات التي لا يمكن أن تؤثر على مياه نهر النيل نهائيا، وبإذن الله كل الأمور حتكون على ما يرام وطبيعية للغاية. وفي الفترة القادمة إن شاء الله في مباحثات جديدة لحل هذا الموضوع، ولكن في جميع الأحوال لا خوف نهائيا على مياه نهر النيل، ولدينا من المعلومات ما يكفي بيؤكد أن مصر لن تتعرض لأي خطر في نقص المياه أو ما شبه ذلك نهائيا إطلاقا. طيب ايه رأي حضرتك في موقف السودان المتأرجح بين كفتي مصر واثيوبيا؟ موقف السودان مش هأطلق عليه انه متأرجح، احنا هنقول انه الحكومة السودانية متفقة معنا تماما في جميع مبادئنا نحو سد النهضة اثيوبيا، وبالتالي احنا في مفاوضات سريعه. اذا كان هناك شيء من عدم الوفاق هناك في السودان، ولكن هما الاساسيه
على وفاق معنا تماما في خطواتنا. وطبيعي المباحثات القادمه هتكون مع اثيوبيا ومع امم سوريا، وبالتالي ده امر مشترك بيننا وبين السودان ايضا. وطالما طبعا تاريخ مصر والسودان دائما كتله واحده، فالحكومه الاساسيه بالسودان والمعترف بها اللي احنا نتعامل معها تقف تماما في صف جمهوريه مصر العربيه فيما يخص السد ان شاء الله. ان شاء الله. نهاية طبعا نحب نشكر حضرتك على تواجدك معنا النهارده، كان شرف كبير قوي لينا. ميرسي يا فندم، انا اتشرفت بحضراتكم ودائما اتابع برنامج كلمات انسانيه، وهو برنامج رائع بصراحه حقيقه بلا مجامله، لان احنا بنحث على القيم والمبادئ الانسانيه لا بد ان احنا نهتم بيها الاعلام المصري. وحضراتكم فخورين بيكم جدا كشباب بتقدموا رساله هامه جدا المجتمع المصري، والمجتمع المصري في الوقت الحالي في أشد الحاجة لهذه الرسائل التي تعين المجتمع على النهوض. دي جزئية. الجزئية الثانية، أنا بتابع دائما المؤتمرات الإنسانية، والحقيقة كون حضراتكم تناقشوا مواضيع هامة جدا في أوقات هامة جدا تخص الأمن القومي المصري، ده احنا بنحترمه شخصكم الكريم جدا، وربنا يوفقكم دايما ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. كان معكم نمار حسن.